حركة نزوح جديدة الآن تشهدها منطقة معابد النعمان وريف معابد النعمان الشرقي وريف إدلب الجنوبي بسبب التصعيد العسكري والقصف الهستيري على المنطقة. إذا تشاهدون على أستراد إدلب باب الهوى، إذا الآن تعبر عشرات السيارات تحمل أمتعة النازحين متجهة شمالا نحو الحدود السورية التركية. إذا مع انخفاض في درجات الحرارة ودخول فصل الشتاء، إذا قرى بأكملها الآن تم تفريغها من ساكنيها بسبب القصف العشوائي والهستيري عليها من قبل قوات النظام وحليفيه الروسي. عشرات النازحين الآن يعبرون أستاد إدلب باب الهوى متجهين إلى الحدود السورية التركية إلى المخيمات العشوائية. جدير بالذكر بأن المخيمات الآن ليس هناك مخيمات مجهزة لاستقبال هؤلاء النازحين الذين الآن يخرجون من منازلهم ومن بيوتهم باتجاه الشمال السوري باتجاه المخيمات. إذن قوات النظام تصعد بقصفها للبلدات في ريف إدلب الجنوبي بقصف هذه البلدات بسلاح الجو وبالمدفعية مع حليفه الروسي، وأيضا بالبراميل المتفجرة، حيث شهد في أحد أيام الماضية إقلاع أكثر من 45 مروحي ألقت براميل متفجرة على ريف إدلب الجنوبي. تشاهدون الآن على هذا الأستاذ كيف الآن يعبرون المدنيين العزل الفارين من قصف قوات النظام باتجاه الحدود السورية التركية.